مع أول يوم لعودة العوائل لمدينة تكريت، عاد شباب تكريت تطوعي لهذه المدينة. لاقينا الكثير من التحديات والصعوبات والمعوقات والمخاوف من القمع ومن منعنا من العمل. مثل ما تعرف كانت اكو صورة نمطية مشوهة عن مدينة تكريت غير واضحة، وصورة تحمل كثير من التطرف والعنف حسب ما حاول الأطراف المتصارعة أن يرسموها على أرض مدينة تكريت. احنا برزنا بعملنا بمحاولة تنسيقات بسيطة مع الجهات الأمنية والقوات الأمنية وقوات الجيش والقوات اللي كانت موجودة، فسمحوا لنا بالعمل في مدينة تكريت. أول الأعمال اللي قمنا بها هي محو شعارات داعش العنصرية اللي تحض على العنف والقتل على الجدران، فلاقى الصدى كبير. ويعني في تلك الفترة بعثت الأمل لدى الناس، وأيضا ساهمت بتعزيز الثقة بيننا وبين القوات الأمنية. واستمرت هذه الأعمال بالتصاعد والتطور حتى يعني استطعنا من تحشيد التبرعات من الجهات المحلية من متبرعين محليين من مدينة تكريت، وبدينا بشكل بسيط بإعمار الدور وفتح الطرق والشوارع، وعمرنا مراكز الشرطة في مدينة تكريت، إلى أن استمرت الأعمال تأهيل أخرى.